نجي لمجموعة إفاكلر. تم تصميم مجموعة إفاكلر لتلبية احتياجات البشرة الدهنية والمعرضة للحبوب، وهي مناسبة للبشرة الحساسة مع معالجة الشوائب والدهون الزايدة واللمعان والحبوب. بيحتوي هذا اللاين على مكونات مثل السالسيليك أسيد والمقشر الHA لايبوهيدروكسي أسيد وعامل إزالة اللمعان إيرليسيوم. وبنبدأ بأول صنف وهو إفاكلر بيوريفاين كلينزينج جل. غسول جل الوجه منعش ورغوي مصمم خصيصا للبشرة الدهنية المعرضة للشوائب، غني بالروش بوزي ثيرمال سبرينج ووتر والزنك بي سي اي. بنظف البشرة بلطف ويزيل الأوساخ والدهون من سطح الجلد دون الإخلال بتوازنه، يترك البشرة نظيفة ومنتعشة. يمكن استخدامه أيضا كغسول للجسم. ثبتت قدرته على تقليل ظهور البقع والرؤوس السوداء والتحكم في اللمعان، ومناسب حتى للبشرة الحساسة. طريقة استخدامه يتم عن طريق وضع كمية مناسبة من الغسول على اليد، وبنوضع عليها شوية مي وبنفركه على الجلد برفق مع تجنب ملامسة منطقة العين، ومن ثم نشطفه جيدا بالماء. والمنتج الثاني هو إفاكلار كلاريفاينج لوشن. هو مقشر تونر قابض للبشرة الدهنية والمعرضة للحبوب والمسام الواسعة، غني بمقشر الHA لايبوهيدروكسي أسيد. بيساعد على التخلص من الزيوت الزائدة وفتح المسام وتقليل حجمها. بيساعدنا على التخلص من أي شوائب ممكن تكون بقيت على البشرة بعد إزالة المكياج. مناسب للأشخاص ذوي البشرة الحساسة. للاستخدام بنقوم بوضعه على قطعة قطن وبنمسح برفق على كامل الوجه مع تجنب منطقة العين، وما في حاجة للشطف بالماء. والمنتج الثالث هو إفاكلار اتش كلينزينج كريم. كريم منظف ومرطب للوجه للبشرة الدهنية اللي اضعفتها علاجات البشرة الدهنية اللي بتسبب الجفاف. ينقي البشرة وبيهديها وبيمنحها الشعور بالنعومة والانتعاش. طريقة الاستخدام: بناخذ كمية قليلة من الكريم بنخلطها بالماء في راحة اليد، وبنوضعها على وجه مبلل، وبنتحرك من المنتصف إلى الخارج، وبعدين بنشطفه جيدا بالماء، وبنجفف البشرة مع تجنب منطقة العينين. رابع منتج هو إفاكلار ديوبلاس مويسترايزر فور أويلي أند أكني برون سكين. مرطب مضاد للشوائب، يصحح ويرطب البشرة الدهنية والبشرة المعرضة للحبوب لدى البالغين والمراهقين. بيجي على شكل جل ويمكن استخدامه بشكل يومي. إله مفعول مزدوج بيقلل من ظهور البقع والرؤوس السوداء وبيتحكم في اللمعان. يساعد على حماية البشرة من آثار الحبوب ويرطب البشرة لمدة 24 ساعة. المواد الرئيسية في هذا المنتج: نياسيناميد اللي بيساعد على تقليل ظهور البقع بشكل واضح، والHA لايبوهيدروكسي أسيد والسالسيليك أسيد اللي بيعملوا على فتح المسام المسدودة. يتحكم الزنك بي سي اي في السيبوم ويتحكم في اللمعان. البروسيراد يساعد على تقليل ظهور العلامات الملونة. يحافظ الجليسرين على ترطيب البشرة طوال اليوم. ولطريقة الاستخدام: نوضع طبقة رقيقة من الكريم على كامل الوجه قبل وضع المكياج مع تجنب محيط العين. والمنتج الخامس: إفاكلار كي بلس مويسترايزر فور أويلي سكين. بنعطيه للبشرة الدهنية والمختلطة والمعرضة للرؤوس السوداء، ومناسب للبشرة الحساسة. مصمم خصيصا ليقشر ويغذي سطح الجلد تدريجيا، ينظم إفرازات البشرة الدهنية ويساعد على تقليل ظهور الرؤوس السوداء وتحسين ملمس البشرة ويزيل اللمعان. يتميز بقوام الجل المائي فهو غير دهني، وبتمتص البشرة بسرعة ويوفر ترطيبا وراحة طوال اليوم. المواد الرئيسية في هذا المنتج: غني بالسالسيليك أسيد مع الHA اللي بيعملوا على التقشير وفتح المسام ومنع السيبوم الزايد من التأكسد وتكوين الرؤوس السوداء والبيضاء. ويحتوي أيضا على الفيتامين E المضاد للأكسدة لحماية البشرة، ومركب مضاد للدهون وإزالة اللمعان. يتكون من الكارنوسين والإيرليسيوم. يستخدم مرتين في الصباح والمساء على الوجه والرقبة مع تجنب منطقة حول العين والشفة. والمنتج السادس هو إفاكلار اتش مويسترايزر. هو منتج خالي من البارابين، لا يسبب حساسية، نون كوميدوجينيك. بيرطب البشرة الدهنية اللي أصاب الجفاف بسبب استخدام أنواع معينة من علاجات البشرة الدهنية. بيعطينا لمسة نهائية غير دهنية وغير لزجة. بيحتوي على تركيز عالي من مياه الينابيع الحرارية والسيراميد 5. نستخدمه مرتين يوميا صباحا ومساء بعد غسل البشرة وتجفيفها، وبيتجنب منطقة حول العين. والمنتج السابع هو إفاكلار بيوريفاينج ماسيلار ووتر. هو منظف للوجه مصمم للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب.
يعمل على إزالة الأوساخ والدهون والمكياج برفق وتنظيفها وتنقيتها بدون ما يسبب لها جفاف. التركيبة الخالية من الصابون غنية أيضاً بمياه الينابيع الحرارية non-comedogenic، يحتوي على الجليسرين للترطيب بالإضافة للزنك اللي بيقلل إفراز الدهون وبينقي البشرة. يستخدم في الصباح والمساء لتنظيف البشرة أو إزالة المكياج. نوضع كمية من المنتج على قطعة من القطن وبنمسحها برفق على الوجه والرقبة وبنجفف الجلد برفق، وما في حاجة لغسل البشرة بعد استخدامه. والمنتج الثامن هو إيفاكلار مات، هو مرطب يومي مطفئ للمعة مصمم خصيصاً للبشرة الدهنية المعرضة للمعان المفرط. مع العناية اليومية تساعد التركيبة المضادة للمعان والخالية من الزيوت على الحد من ظهور المسام واللمعان عن طريق تقليل إفراز السيبوم. غني بالسيبولايز وهو مكون نشط للتحكم في إفراز الدهون، وثبت سريرياً أنه يزيل لمعان البشرة ويشد المسام، بالإضافة إلى المايكرو باودر اللي بتمتص الزيوت وبتقلل اللمعان، ومادة البيرلايت اللي بتساعد على الحفاظ على الجلد غير لامع حتى في المناخ الرطب. نستخدمه مرة أو مرتين باليوم بعد تنظيف البشرة. والمنتج التاسع هو إيفاكلار بيوريفاين كلي ماسك، مصمم خصيصا للبشرة الدهنية المعرضة للشوائب ومناسب للبشرة الحساسة، ويمكن استخدامه للبالغين والمراهقين. ثبت سريريا أنه يفتح المسام ويتحكم في اللمعان وينظف حتى الشوائب العميقة الناتجة عن التلوث دون الإفراط في تجفيف البشرة، وبيمنع مسببات الرؤوس السوداء في المستقبل. وبنيجي هلأ للمواد الرئيسية في هذا المنتج. هو غني بالأرجلا والكاولين، تمتص الأرجلا الدهون بلطف من سطح الجلد دون الإفراط في الجفاف أو التسبب في التهاب في الغدد الدهنية. يساعد الكاولين على استهداف وإزالة الدهون من أعماق البشرة، مما يساعد على إزالة اللمعان للبشرة بمرور الوقت. يحتوي القناع أيضاً على 5% بانثينول بي الذي يساعد على تهدئة البشرة بعد استخراج الدهون، مما يقلل من مخاطر التحفيز المفرط للغدد الدهنية. وبتساعد سيلوبيت تي ام على إزالة جميع الشوائب من الجلد لتنظيف عميق. له قدرة شبيهة بالمغناطيس في امتصاص حتى أصغر الشوائب. نيجي لطريقة الاستخدام. نوضع طبقة رقيقة من القناع على الوجه وبنتركه حتى يجف لمدة 5 دقائق، ثم بنقوم بإزالته وغسله بالماء البارد. والمنتج العاشر هو إيفاكلار مايكرو بيلينج جيل، هو غسول رغوي منعش للوجه والجسم، يزيل الشوائب بشكل مكثف من الجلد ويزيل الدهون الزائدة ويفتح المسام بعمق، مما يجعل ملمس البشرة أكثر نعومة. غني بالسالسيليك أسيد 2%، LHA، زنك، لروتشي بوزي، ثيرمال سبرينج ووتر. طريقة الاستخدام: يوضع على بشرة مبللة ويدلك ويغسل مع تجنب ملامسة العينين.